فيش ان راجل يتحول لواحده سيده او سيده تتحول لراجل. في انسان مخنث طبعا، بس ان حد يعمل عمليه تحويل جنسي ده كلام فارغ وغير مقبول بالمره. اصلاح عيب ده عادي، لكن تحويل جنسي لا طبعا. مثلا ابني، وانا عندي ابن فعلا، يجي يتجوز واحده ويكون قبل كده هي كانت ذكر. طبعا الموقف هيكون مختلف تماما، يعني مش حاجه مش طبيعيه تماما. ممكن اتجوز واحده ايوه عملت تحولت مثلا عمليه تحويل الجنس واتجوزها عادي. ما هو مش راجل، ارتبط بالزاج. افرضي واحد ربنا اللي خلقه كده، باين ان هو كده لكن هو كده وعايش في عذاب، ايه اللي يجرى ان الاطباء يشوفوه او يشوفوها ويحولوها؟ ما يجراش حاجه، يطلعوه من العذاب اللي هو فيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل حلقه الليله من والله اعلم مع فضيله الامام العلامه الدكتور علي جمعه. سؤالنا النهارده على الفيسبوك: هل تؤيد اجراء عمليات تحويل الجنس لمن يجمع جسده ما بين اعضاء الانوثه والذكوره؟ مولانا، قبل ما نرجع تاني اللي وهو حته لحمه حمراء ونظره كل واحد وكيفيه التعامل معاه، الناس ما بين الاستناره وما بين التشدد والفهم الخاطئ على ما اعتقد. أنا أعتقد أن التقرير الكل متفق، أنا قرأت التقرير سمعته دلوقتي بهذه الرؤية أو القراءة أو النظارة. نعم، الكل متفق لأنهم بيتكلموا على موضوعين قد يلتبس. نعم، الأولاني تحويل الجنس، وهو أن في راجل كامل الرجولة عايز يبقى ست، في ست كاملة الستوتة عايزة تبقى راجل. دي قضية، وهنا الشرع منع. نعم، وسمى هذا بالطنجير. الطنجير، الطنجير، الطنجير هو شخص سليم الأعضاء، ما فيش اشتباه ولا حاجة، ما عندوش ده وده ولا أي حاجة من هذا القبيل. ده هو شخص فيه صفات من هنا وفيه صفات من هنا، صفات يمكن مقاومتها، ممكن هو اللي بإرادته أو بالتربية أصبح كذلك. فيها جزء سيكولوجي ممكن جدا يبقى عالي، كبير جدا. نعم. ودلوقتي في عصرنا الحاضر بقى في مصيبة تانية، وهو إنه بياخد حقن هرمونات علشان يغير هرموناته من هرمونات الذكورة إلى الأنوثة. فده الناس اعترضت عليه واشمأزت منه وقالت ده نوع من أنواع الاعتراض على مسألة خلقية ربانية إلهية، وهو أن الله قد اختارني ذكرا فأردت الأنثى، أو اختارني أنثى فأردت الذكورة. لكن لما نيجي نسمع الراجل التاني وهو بيقول لما لا تخرجوه من العذاب الذي هو فيه؟ نعم، أنتوا الولد هرموناته وأجهزته أنثى، وانتوا عدتوه ولد، دي مصيبة. نعم، ولذلك هم الحقيقة يتكلمون عن مسألتين مختلفتين تماما، رفضوا ما هو ضد الخلقة وأقروا بما هو إزالة للآلام وإرجاع الأمر إلى حقيقته عن طريق الطب جسدا ونفسا. فده الحقيقة، أنا شايف إنه كل اللي جم في التقرير بيقولوا حاجة واحدة. تمام، ما هذا بقى ده الفرق بين اللي زيي واللي زي حضرتك. لا، هو زي حضرتك لأنك أنت راجل صنايعي وعلامة في الإعلام، العفو، تريد شيئا أيضا من الجاذبية والإثارة. فليكن يعني إذن أبحث عنها عند الخضر. فده نجاح منك فيما قد أقامك الله فيه، فربنا يوفقك دايما، ربنا والناس بتحبك. ربنا يخليك، عشان تحبيني بس يا مولانا. الله يخليك. فإذا احنا عندنا ملفين مش ملف واحد،
وخلينا ننطلق من هذا التقرير وننطلق الحالة اللي فيها الجمع بين الأمرين اللي هو الخنثى اللي هو اللي احنا بنسميه الجنس الثالث. دي مش حالة سيكولوجية ولا نفسية نعم ولا أي حاجة، دي حالة عضوية، ده فيسيولوجي عضوي، فيسيولوجي و و و و وهي تسمى بالمشكل. طب أنا عايز المشكل من النقطة اللي حضرتك وقفت فيها، لأن هي اللي هتجسد نظرة الأب والأم وقراراتهم والعلم فيها في تلك اللحظة، اللي هي حتة اللحمة الحمراء اللي ولدت وعندها هذا التشوه، جزء من الأعضاء يميل إلى الذكورة، وأنا أعتقد أنهم ثلاث حالات، أقل مثلا الأنوثة أقل من الذكورة، أو الأعضاء متساوية، أو الذكورة أعلى من الأنوثة. هو في الحقيقة في الرصد التاريخي الفقهي الإسلامي لهذه الظاهرة، وعلى فكرة مش تملي بيبقى الأرصاد الإسلامية موافقة للأرصاد الحديثة، وده مش معناه خطأ الأرصاد الإسلامية أنها رصدت أو لم ترصد، ولكن قد يكون هناك عوامل كثيرة في العالم غيرت من احتمال الإصابة بمثل هذا. نعم. تتعلق بالجو، وتتعلق بطريقة ممارسة الحياة، الخلل في الجينات، بالطعام، نعم، وتتعلق بالمنهج الطبي، لأن احنا كنا ماشيين الأول على الأعشاب وبقينا دلوقتي ماشيين في الفارماكولوجي، نعم، وتتعلق بمسائل كثيرة جدا. فلما نلاقي حاجة في التاريخ، وده أنا بوجهه إلى إخواننا الأطباء، بلاش نبادر بالإنكار التام ليها، لأنها لم تسجل في 200-300 سنة تسجيل طبي في العالم. نعم. قد تكون لم تسجل في هذه الفترة، ولكن هذا لا يعني كذب ولا خطأ من كان قد سبقنا ورآها بعينين. على كل حال، هذه المشكلة ألف فيها الإمام الأسنوي إزالة المشكل في أحكام الخنثى المشكل. الخنثى المشكل، نعم. وعلى فكرة مشكل جمعها مشاكل، نعم، لكن مشكلة جمعها مشكلات، نعم، ولذلك الخطأ الشائع ان احنا نقول احنا وقعنا في مشاكل، عندنا مشاكل كتير، البلد مليانة مشاكل، هي مليانة مشكلات، مشكلات، نعم. ال- 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 الطفل ده قالوا ايه بقى عنه؟ دي المثلث اللي حضرتك بتتحدث عنه او بتشير اليه. قالوا طب احنا نعرف ازاي هو ده ولد ولا بنت؟ فعملوا مقاييس، عملوا معيار يقدروا يكتشفوا بيه ابتداء هو ولد ولا بنت. اول حاجه التبول. قالوا طب هو عنده الالتين، طب البول بتاعه بينزل منين؟ شوف التجريب الفقهي المتصل بالواقع، المتصل بالعلم اللي اخده روجر زبيكون بعد كده وعمل المنهج العلمي، الملاحظه التجربة والملاحظة والاستنتاج، الثلاث مراحل دول بتوع المنهج العلمي. الكائن ده بينزل منين البول؟ من آلة الذكر ولا من آلة الأنثى؟ قال في احتمالين، إما أو ثلاثة، إما ينزل من الذكر فيبقى أميل كده إلى الذكور، نعم، وإما ينزل من الأنثى ويبقى بالشكل ده هنحكم على أنه أنثى، لأن التاني كأنه زائدة كده، أو ينزل من الاتنين، أو ينزل من الاتنين يعمل لي إشكال أكتر. قال إذا نزل من الاتنين، طبعا إذا نزل من الذكر هصنفه ذكر، ومن الأنثى هصنفه أنثى، أما لو نزل من الاتنين قال يستنى للبلوغ، للبلوغ، وشوف منين هينزل المني ومنين هينزل الحيض. فلو كان هو أنثى هتنزل حيض، لو كان مش أنثى هينزل مني. قال طيب خلاص نزل مني فعرفنا أنه ولد، نزل حيض عرفنا أنه بنت. طب لو نزل الاتنين؟ طب لو نزل الاتنين؟ قالوا طيب لو نزل الاتنين ده كده يبقى حاجة مشكلة قوي، وعلى فكرة ده نادر الوجود جدا، يعني 1 في الملايين اللي يبقى الحالة الأخيرة دي اللي هو قاعد مش راضي يظهر.
هو ما نزلش الحيض ليه وخلي بالك انه في كل مرحلة من المراحل ما هوش قطعي. نعم. ده يغلب الظن عليا بكده ما هوش قطعي. نعم. يعني ممكن ينزل من الحاجة الذكر. من الذكر وهو بنت. نعم. ممكن يحصل عدم حيض وفي مني وهو انثى. نعم. لانه القضية بتتعلق هو في رحم ولا لا، في مبايض ولا لا، واخد بال حضرتك ازاي؟ فالمسائل في كل مرة بتبقى على غالب الظن. قال طيب لو عمل كده وبالشكل ده نعمل ايه؟ الواحد في المئة مليون ده افرض انه حصل كده، لقينا واحد عنده مني وعنده حيض، فهو رجل وامرأة خلاص بلغ هو كبر وكل حاجة، نعمل ايه فيه ده؟ قال يحاكم بأحوط الأحكام في كل من الأمرين، يعني نعمله راجل في بعض الأحيان ونعمله ست في بعض الأحيان في الأحوط. قلنا له طب مش ده الأحوط دي يعني دي مصيبة، ده معناها ان انا خليت حياته عذاب فعلا، نصف انثى ونصف ذكر طول الوقت طول الوقت. آه. وخلي بالك ان انا بعمله بالاشد يعني او نعم. بالاحوط في الاثنين، يعني هخليه مثلا يتحجب. طيب يتحجب يبقى بنت. نعم. قال لا وكمان ما يختليش ببنت. يا سلام كده كده بساعة المراسة اديله اعمله كانثى او في حاجة تانية اعمله كذكر كذكر، وبعدين دي مصيبة سودة. ولذلك أصبح هنا الحكم بقى بعد ما استطعنا إن إحنا نختار ونقدر بالعملية الجراحية إن إحنا نزيل واحد من الاثنين ونجعله هو الآخر، ده أصبحت كأنها وجبة. العملية هنا وجبة، العملية هنا وجبة. وأصبح كلام التقرير حلو قوي وهو بيقول الله انا مش فاهم، ما تخرجوه من العذاب اللي هو فيه. هذه هل هنا يسأل يا مولانا؟ يعني اذا كانت الامور شبه متساوية يسأل وتعمل اجراءات نفسية للتأكد هو اقرب الى ايه نفسيا؟ الاطباء عندهم برنامج. نعم. للحدوتة دي، وانا لم اطلع، هو الاطباء ادرى ويعلمونا. هل في هذه الحالة اللي حاض وعنده المني وكذا ولا لم نصل إليها وإنما هو تقسيم عقلي؟ نعم. واخد بال حضرتك إزاي؟ لأن الحالة دي نادرة غاية في الندرة، لكن هناك حالة أخرى شائعة يمكن أن نقيس عليها. لا معلش دي كل واحدة ليها أحكامها، لكن نعم. هذه الحالة الشاذة الفريدة الوحيدة نتكلم عنها علشان نعرف بعد كده. نعم. إيه التاني؟ القضية دي قضية معناها إن المخلوق ده عنده بروتوستاتا علشان بينتج المني، وكمان عنده رحم والرحم قابل للولادة بالشكل ده، وهنا دي عملية صعبة جدا ولا بد علينا من إن احنا نعمل كده. بيعملوها بقى إزاي؟ ننزل للأقل اللي حضرتك عايزه، بيروحوا للهرمونات. نعم. وبيعملوا لها تحليل، فالهرمونات بتبقى 60% ذكورة 40% أنوثة، يقول لك خلاص حوله ذكر. وكمان بتدخل إرادة الشخص، هو تربى إيه وهو مال إلى إيه. نعم. ممكن يكون جدا تربى ذكر لكن هو أميل إلى الأنوثة، وممكن يكون تربى أنثى لكن هو أميل إلى الذكورة، وحينئذ إحنا هنمشي ورا رغبته ما هيش رغبته، دي رغبته لأن نفسه نريد أن نخرجها من العذاب اللي هو فيه، من الحيرة. مش هو بس اللي محتار، ده الفقيه محتار فيه، ده الفقيه محتار فيه. ولذلك إحنا هنا العملية هتبقى واجبة، ومقياس العملية هو الهرمونات ثم الميل النفسي للشخص. طيب حضرتك بتكلمني عن مجتمع واعي
مجتمع واعي، بمعنى انه من ساعه ما يتولد الطفل هم اخدوا بالهم فعملوا رصد، فراحوا الاطباء بيفهموا فتعاملوا معاهم وقالوا لهم ننتظر حتى الحيض لان في مشاكل او البلوغ لنرى الحيض من المني. ولكن في حالات تانية مجرد انه يتولد وقد يبدو ان الاعضاء او الاله الانثويه اوضح ويرون ان الجزء الاله الذكريه صغيره ولا يرونها على انها اله ذكريه، بيعتبروها زيادات فييجوا يروحوا عاملين قطع لها بالجراحه وخلاص، في حين ان هذا المولود في الاصل ذكر وفي تركيبته هذا التشوه لكن هو ذكر فينمو على انه انثى وتركيبته ذكر ونفسيته ذكر وهرمونوته ذكر. كيف يمكن التعامل معها دي؟ نصحح ده اذا امكن تصحيحه بالطب. الطب عليه مسؤولية كبيرة هنا، بس نعم. حضرتك بتفترض انه تجرأ فازال، ودي مسألة خطيرة ايضا يعني نعم. ولكن بتقول لي انه مجتمع ليس عنده الوعي. نعم. مهمتنا احنا في التعليم وفي الاعلام ان احنا نحدث الوعي عند الناس. نعم. وبنقول لهم انه اوعى تعمل يعني اذهب للطبيب لما تمرض، ما تعالجش نفسك وما ما 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 تاخدش وصفة من جارك. هو ده اللي احنا قاعدين طول النهار نعلم الناس فيه، والناس الغالب بيستجيب لكن كثير من الناس لا تستجيب. نعم. فمهمتنا هو التعليم، الوعي قبل السعي. نعم. ولذلك احنا بنقوم بهذا التعليم، ويمكن البرنامج اللي احنا فيه ده نوع من انواع هذا التعليم. طبعا هي الموضوع قد يبدو صغير او يمس شريحة صغيرة، ولكن لو انسان واحد بيعذب دورنا ان احنا نساعده. طبعا مش هنساعده في نفسه فقط، بل نساعد المجتمع على خدمته، ونساعد المجتمع على حسن التعامل معه، ونساعد المجتمع على تفهم هذه الامور، وبدل من أن يقوم بدور الجلاد فليقوم بدور الحكيم الناصح الرفيق مع هذه الحالات. فالمهم أنه من تجرأ على هذا فأزال، ده الكلام ده هيظهر للطبيب عند الكبر وهنشوف هيمكن أنه يعمل إيه. نعم. فالأقل من كده أنه هو بتظهر عليه العلامات وبيكون لا ده ولد او بنت، خلاص ما فيش مانع ان احنا نجري العملية بالشروط الطبية بتاعتها الى اخره. اذا المشكل لابد علينا ان نعينه ونساعده اذا كان مشكلا وليس اذا كان طنجيرا. نعم. الطنجير دي بقى بلوة تانية خالص، والناس فاكرة ان احنا بنتكلم في الطنجير. لا، احنا مش بنتكلم في التنجير، احنا بنتكلم في الخنثى المشكل. التنجير مرة اخرى هو الشخص الطبيعي ذكر او انثى ولكنه يريد ان يغير جنسه لانه يميل الى ذلك، لانه نفسيا مهتز، لان تربيته كانت خطأ، لكن لا يوجد اي تشوه عضوي في جسمه، ولذلك نعم فسلوكه هو نوع من انواع الشذوذ. نعم، لذا يطلق عليه شذوذ جنسي. ايوه، لانه نوع هذا جم بقى وعند الانفلات اللي حصل في الثورة الجنسية الكبرى في أمريكا، وعلى فكرة كلامنا ده كان عند كل الأديان، ما فيش فيها كلام زي حرمة الإجهاض كده، عند كل الأديان حرام الإجهاض. لكن بعد الثورة الجنسية وبعد النسبية المطلقة اللي خدوها من نيتشا وطبقوها في السلوكيات، وظهرت فرقة البيتلز في الفنون في الموسيقى، وظهر الهيبز في الحياة، وخلاص بقوا يعملوا أي حاجة في أي حاجة متى شاءوا وكيف ما شاءوا. لما حصلت الثورة الجنسية هذه بدأت الدعوة خافتة لاعتماد الشذوذ الجنسي. نعم. وفضل هؤلاء يجادلون لغاية ما جت نظرية الجندر في سنة 74. والجندر معناها الجنس الثالث، يعني النوع، بلاش ميل وفيميل بقى، بلاش ذكر وأنثى، وإنما كل واحد يختار اللي هو عايزه. نعم. وعلى ذلك هيتكون عندنا أمور، في راجل عايز يبقى راجل وست عايزة تبقى ست، وراجل عايز يبقى ست وست عايزة تبقى راجل، وفي راجل عايز يبقى راجل وست،
وفي ست عايزه تبقى ست راجل وراجل وهكذا. نعم. وضرب هذه الافكار اللي حتى اسس التفكير في الاسره. واحنا هنا مش داريين، وكل ما نقول هذا الكلام يستغربوا ويقولوا بقى معقول يعني راجل هيتجوز راجل انتوا ازاي؟ اتجنيتوا يعني. فضل ده ماشي هناك من غير اي مقاومه لغايه ما وصل مع كلينتون الى اعتمادهم في الجيش، الى نعم. اعتمادهم. وكنا نفخر بفرنسا وهي من اهم الدول القانونيه اللي بتحترم القانون. كنت تملي انا وانا بكلم الوفود في هذه المسألة، لأنهم اعتبروها بعد ذلك أن الشذوذ الجنسي ده بتاع الطنجير ده حق من حقوق الإنسان. فكنت أقول لهم دي فرنسا بتعتبره جريمة، لغاية فرنسا سنة 2005 ما أصدرت قانون لا مش جريمة. طب ممكن أطلع فاصل وأسيب فرنسا في الجريمة دي ونرجع لها تاني؟ نطلع فيما تبقى في الفقرة القادمة. قبل أن نستقبل تليفونات حضراتكم هتكلم في فكرة الأهل اللي بيخجلوا وهم مش أخدين بالهم أنهم بيرتكبوا إثم في أنهم يهملوا ابنهم أو بنتهم وهم شايفين تلك الحالة المرضية عشان خايفين من العار أو العيب. هنتكلم كمان في مشكلة أن ده نتج في نسبة كبيرة قالوا بسبب زواج الأقارب. هل في هذه الحالة قد يصل الأمر إلى تحريم زواج الأقارب إذا قالت المؤشرات العلمية أنه قد ينتج أبناء مخنثين؟ بعد الفاصل إن شاء الله نواصل مع فضيلة العلامة الدكتور علي جمال.